السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم 17/11/2021 في مصر: انخفض سعر اليورو 17.72 للشراء، 17.92 للبيع. أما الجنيه الاسترليني سجل نحو 20.96 شراء، 21.20 للبيع. وبلغ سعر الفرنك السويسري 16.84 شراء، 17 جنيه للبيع. أما الميت ين اللي سجل 13.65 شراء، 13.79 للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.